بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفعنا معهم ولا من عاداهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اخواني واخواتي الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والتسعون الظروف المبنية بحثنا في الاسماء المبنيه ومن الاسماء المبنيه الظروف المبنيه يعني الظرف قد يكون معربا قد يكون مبنيا فما هي الظروف المبنيه قال فيه اي في هذا الموضوع في الظروف المبنيه نبحث حول الظروف المبنيه التاليه ما هي هذه الظروف قبل بعد حيث اذا اذ اين ان متى ايان مذ منذ لدى لد قط وعوض هذه هي الظروف المبنيه ندرسها في هذا الدرس والدروس القادمه ان شاء الله نتعرف في هذا الدرس على ما يلي على الابحاث التاليه البحث الاول تعريف تعريف الظروف المبنية ما هي الظروف المبنية؟ البحث الثاني أقسامها أي أقسام الظروف المبنية، والبحث الثالث قبل بعد حيث إذا، في هذا الدرس نبحث أحكام هذه الظروف الأربعة قبل بعد حيث وإذا أما تعريف الظروف المبنية قال تعريف الظروف المبنية وهي أي الظروف المبنية وهي أسماء زمان ومكان أسماء زمان أو أسماء مكان نعم والبعض منها قد تكون اسم زمان واسم مكان يعني في بعض الموارد تستعمل اسم زمان وفي بعض الموارد تستعمل ماذا اسم مكان على أي حال الأسماء المبنية هي أسماء زمان ومكان تتضمن معنى فيه يعني مفعول فيه تتضمن معنى فيه أي تكون ماذا تكون مفعولا فيه أقسامها أقسام هذه الظروف أي الظروف المبنية وهي تنقسم يعني هذه الظروف تنقسم الظروف المبنية تنقسم إلى قسمين ما هما هذان القسمان قال ما يلازم البناء يلازم البناء يعني لا يخرج عن حالة البناء لا يكون معرب أبدا لا يكون معربا أبدا فهو مبني دائما نعم مثل قط قط وعوض هذه هذان ظرفان من الظروف المبنيه مبنيان على الضم ولا يكونان معربين. فعوض فقط مثلا يكون ظرفا مبنيا على الضم في محل النصب وكذلك عوض. هذا القسم الاول وما يلا وما لا يلازمه القسم الثاني ما ما لا يلازم البناء يعني قد يكون معربا. يعني في بعض الحالات يكونون مبنيا في بعض الحالات يكون ماذا؟ معربا مثل ماذا؟ مثل قبل وبعد قبل وبعد لهما احوال لهما احوال في بعض الاحوال يكونان معربين وفي بعضها يكونان ماذا؟ مبنيين طبعا كل من قبل وبعد في حاله واحده يكونان مبنيين قبل من قبل مثلا بلي ولكن في احوال ثلاثه سنشير اليها يكونان معربين واليك التفصيل اي تفصيل هذه الظروف التي ذكرناها والتي تنقسم على قسمين نعم اما النوع الاول او البلي القسم الأول القسم الأول من أقسام الظروف بل يعددها المصنف يعددها الأول قبل وبعد ذكر قبل وبعد معا لأن حكمهما واحد قبل وبعد رجاء التفتوا إلى أحكام هذين الظرفين طبعا هذان الظرفان لا يلازمان البناء قد يكونان ماذا؟ معربين، لاحظوا قبل وبعد وهما اسمان للزمان اسمان للزمان يعني اسم زمان اسمان للزمان ينصبان ينصبان على الظرفية لأنهما مفعول لأنهما مفعول فيه ينصبان على الظرفيه على يعني على انهما كل كل واحد منهما ماذا مفعول فيه ينصبان على الظرفيه لذا قال داخل القوسين مفعول فيه اذا ينصبان على الظرفيه او يجران بمن يعني اذا دخل عليهما من اذا دخلت دخل عليهما هذا الحرف يجرهما فيكونان مجرورين أو يجران بمن لاحظ الأمثلة نحو جئت قبل الظهر جئت فعل وفاعل قبل مفعول فيه ظرف زمان منصوب ومضاف الظهر مضاف إليه وجئت من قبل الظهر جئت فعل وفاعل من حرف جار قبل مجرور من ومضاف الظهر مضاف إليه وقد تستعملان للمكان قد تستعملان يعني قليلا ما ليس دائما يعني كثيرا ما يستعملان للزمان ولكن قد يستعملان ماذا للمكان نحو مدرستي جامعتي بيتي مثلا في هذا المثال مدرستي بعد مدرستك هنا ليس المراد ببعد الزمان بل المكان مدرستي مبتدا وبعد هذا الظرف يتعلق بمحذوف خبر يعني مدرستي كائنة بعد مدرستك وهما اي قبل وبعد معربان في جميع الحالات متى معربان في جميع الحالات الا في حالة واحدة ما هي هذه الحالة لاحظوا وهما معربان في جميع الحالات إلا إذا قطعا عن الإضافة يعني قطع كل منهما قطع قبل أو بعد قطع عن الإضافة في اللفظ قطعا في اللفظ فقط يعني ونوي المعنى يعني في اللفظ مقطوعان من الإضافة ولكن في المعنى وفي النية وفي التقدير مضافان مضافان الى الى ماذا؟ الى معنى الى معنى المضاف اليه لا الى لفظه يعني المضاف اليه معناه مقدر وليس لفظه لاحظوا اذا يقول الا اذا قطع عن عن الاضافه في اللفظ فقط بان حذف المضاف اليه المضاف اليه يحذف لفظا ونوي معناه هذه الحاله اصطلاحا يسمى علي... يس... تسمى ب بي... نويا منوية يعني المضاف اليه منوي نويا منوية معناه منوي ومقدر لا كقولك لصديقك جئتك قبل جئتك قبل جئتك فعل وفاعل ومفعول به او منصوب نزل الخافض الكاف وقبل ظرف مبني على الضم في محل نصب لان قطع عن الاضافه لفظا ونوى معنى الاضافه او مثل الايه الشريفه لله الامر لله الامر من قبل ومن بعد فمن هذا قبل مبني على الضم في محل جاق في محل جاق بمن مبني على الضم لان قطع او هكذا بعده قطع عن الاضافه لفظا ونوى المعنى طيب تنبيه يجري مجرى قبل وبعد طبعا بعد اي مثل قبل مثل قبل نفس الاحكام ويجري مجرى قبل وبعد ماذا الجهات الست الجهات ال... الجهات الست تجري مجرى قبل وبعد يعني في تجري في ماذا في الاعراب وفي البناء ما هي الجهات الست وهي أمام وقدام وخلف خلف ووراء يمين شمال ويسار فوق وتحت هذه هي الجهات الست نحو جلست أمام, الجلست أمام الصفي. جلست في أمام الصف جلست فعل وفاعل أمامه مفعول فيه ضرب ضرب مكان ومضاف مضاف والصف مضاف إليه قعدت وراءه قعدت وراءه هنا قعدت في الوفاء على وراء مبني على الظن في محل نصب لماذا لأنه قطع عن الإضافة قطع من عن الإضافة قطع بلي حذف المضاف إليه قطع عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه معناه نوية لا لفظه جيد الثاني من الظروف المبنيه حيث حيث ظرف للمكان ظرف مكان مبني على الضم دائما مبني على الضم مبني على الضم وتضاف الى الجمل تضاف الى الجمل البعض يقول لا تضاف الى المفرد اصلا بل تضاف الى الجمل فقط ولذا اذا جاء بعدها مفرد يكون مرفوع لان لا تضاف لا تضاف الى المفرد فقط الى الجمله بل هذه الجمله تضاف الى الجمل فعليه كانت يعني الجمل الجمله نحو قوله تعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما هنا حيث ظرف مكان اضيف الى الجملة بعده يعني هذه الجملة شئتما هذه الجملة في محل جر بالإضافة بإضافة الظرف إليها الأسماء التي تضاف إلى الجملة هي الظروف فقط فقط الظرف يضاف إلى الجملة كما مر سابقا وغالبا الذي يضاف الظرف الذي يضاف إلى الجملة هو ظرف الزمان وقل ما يكون هذا ظرف مكان أو اسمية يعني سواء كانت الجملة التي تضاف أو يضاف إليها حيث جملة فلية أو جملة إسمية نحو اجلس حيث زيد جالس هنا حيث يضيف إلى الجملة الإسمية زيد جالس فالجملة زيد جالسون هذه الجملة في محل جر بالإضافة مضاف إليها وقد تسبق بحرف جر يعني حيث قد تسبق بحرف جر نحو قوله تعالى فكلا من حيث فكلا من حيث شئتما فهنا حيث هذا الظرف مبني على الضم في محل جار في محل جار بمن وهو مضاف حيث مضاف وشئتما ماذا الجمله مضاف اليها وحينئذ تكون في محل جار يعني حيث تكون يعني اذا سبقها حرف الجار تكون في محل جار حيث مبنية على الضم في محل جر وحين تكون في محل جر لا ظرفا يعني لا مفعولا فيه لأن المفعول فيه يكون منصوبا في محل نصب وهنا حيث ماذا في محل جر في محل جر بدخول من عليها يعني تكون مجرورة محلا بماذا بمن تنبيهان التنبيه الأول أعزائي التنبيه الأول أليف التنبيه أنها يعني أن حيث أنها قد تضاف إلى المفرد هذا خلاف فيه والبعضهم يأخذ طريقا وسطا يقول حيث تضاف إلى الجملة كثيرا ما تضاف إلى الجملة وقد تضاف إلى المفرد كما في هذا الكتاب لذا قال تنبيهان الأول أنها قد تضاف يعني حيث تضاف إلى المفرد مع حرف الجر أو بدون حرف الجر مثل قول المعربين يعني علماء النحو الذين يعربون المعربين في تعريف علم النحو هكذا قالوا النحو علم بقوانين ألفاظ العرب من حيث من حيث الإعرابي والبناء من حيث الإعراب والبناء من حيث الإعراب والبناء بإضافة حيث بإضافة حيث إضافة حيث إلى الإعرابي والبناء إلى الإعرابي فهنا الإعراب اسم مفرد مجرور بإضافة حيث إليه ولكن هذا الأمر جدا قليل واستدلوا بقول الشاعر حيث سهيل طالعا حيث سهيل طالعا قالوا هنا حيث اضيف الى سهيل حيث سهيل وطالعا حال بعضهم يقول لا هذا هكذا نقل حيث سهيل طالع وحيث مضاف الى جمله على اي حال عند المصنف انها قد تضاف الى المفرد مع حرف الجر او بدونه مثل قول المعربين في تعريف علم النحو النحو علم بقوانين الفاظ العربي من حيث من حيث الاعراب والبناء هذه التنبيه الاول باء اي التنبيه الثاني وقد تلحقها ما تلحقها ما نعم هذه ما زائده تلحقها ما نعم الزائده كافة بل حال كونها كافة فقد تلحقها ما الزائدة هذه ما فاعل تلحقها الزائدة نعت كافة يعني كونها كافة فتكون اسم شرط إذا لحقتها ما حيث تكون ماذا تكون اسم شرط ولا تضاف إلى ما بعدها ما تكفها عن الإضافة فيكون اسم شرط نحو هذا المثال حيثما تجلس أجلس فهنا حيثما ماذا أعزائي حيثما اسم شاقط اسم شاقط ما كافة زائد وتجلس فعل الشرط وأجلس ماذا جواب الشرط إذا قال فحيث اسم شاقط في محل نصب لأنه مفعول فيه ظرف مفعول في متعلق بفعل الشرط بتجلس يتعلق بما بعده وتجلس طبعا وما زائده كافه عن الاضافه عن الاضافه الى الجمل يعني تكف حيث ان تضاف الى الجمل تكفها عن الاضافه الى الجمله بعدها وجمله اجلس جواب الشرط لا محل لها من الاعراب لماذا لا محل لها من الإعراب؟ لأن اجلس فعل أمر. أنا لا حيث تجلس لأن الفعل مجزوم. عفوا قلت فعل أمر. بلي حيثما تجلس أجلس. فحيثما تعمل في الفعلين. فعل الشرط وفعل جواب الشرط لا في الجملة. لذا اجلسوا أصل في الأصل اجلسوا لما صار جواب الشرط وقع جواب الشرط صار مجزوما اجلس اجلس انا والجمله لا محل لها من الاعراب لان جمله جواب الشرط يكون لها محل من من, من الاعراب بشرطين الشرط الاول ان تكون الاداه جازمه ثانيا ان تكون الجمله مقرونا بالفاء فهنا صحيح حيث ما اداه جازمه اسم شرط جازم لكن جواب الشرط ليس ليس مقرونا بالفاء فالجمله لا محل لها من الإعراب. نعم. ثالثا من أسماء من الظروف المبنية إذا نعم إذا وهي على وجهين إذا على وجهين الوجه الأول أن تكون ظرفية إذا الظرفية ثانيا أن تكون ماذا فجائية إذا الفجائية أما الأول يعني الوجه الأول وهي إذا الشرطية إذا في هذا الوجه إذا اسم يقع ظرفا للزمان المستقبل اسم زمان للمستقبل نعم اسم يقع ظرفا للزمان المستقبل دائما متضمنا معنى الشرط لذا هي ماذا ظرفية شرطية يعني وضع ظرفا للمستقبل ظرف زمان للمستقبل وتتضمن ماذا؟ تتضمن معنى الشرط غالبا هكذا غالبا تتضمن معنى الشرط خافضا لشرطه يعني تضاف الى الشرط يعني الجمله الشرطيه بعدها تكون في محل جرم متعلقا بجوابه تتعلق بجواب الشرط تضاف الى شرطها وتتعلق ماذا بجوابه اذا خلاصه الامر هكذا اذا ظرف زمان للمستقبل يتضمن معنى الشرط مفعول فيه منصوب يضاف الى شرطه ويتعلق بجوابه يعني يكون في محل نصب بالجواب نحو قوله تعالى فإذا عزمت فإذا عزمت فتوكل على الله هنا اذا ظرف زمان يعني ظرف زمان للمستقبل في محل النصب يتضمن معنى الشرط ومضاف الى عزمته إلى جمله الشرط فجمله الشرط تكون في محل جر الفاء رابطه الجواب بالشرط توكل على الله جمله جواب الشرط فاذا يتعلق بماذا اذا بتوكل نعم اذا قال فاذا اسم شرط في محل نصب مفعول فيه مضاف الى شرطه يعني عزمته او عزمته إلى عزمته ومتعلق بجوابه أي توكل نعم أي توكل ويختص بالجملة الفعلية يعني لا يدخل ع... إذا الشرطية ظرف لا يدخل على الجملة الأسمية يدخل على الجملة الفعلية هذه إذا الشرطية هكذا دائما تدخل على الجملة الفعلية ولا تدخل على الجملة الأسمية نحو قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح هنا تلاحظون ان اذا دخلت على جمله فعليه والجمله الفعليه يعني شرطها جمله فعليه وهذه الجمله تكون في محل جير بالاضافه واذا تتعلق ماذا بال بالجواب اما الوجه الثاني الثاني اي الوجه الثاني اذا الفجائيه يكون للمفاجات يعني اذا تكون ماذا للمفاجات اي اذا الفجائيه نعم واختلف النحات في هذه هذه اذا اذا هذه يعني اذا الفجائيه هل انها حرف او ظرف يعني حرف لا محل له من الاعراب او ظرف تكون في محل نصب او في محل رفع خلاف نعم والثاني يكون للمفاجات وهي ويا ويا حرف عند حرف عند الاخفش وابن مالك عند عند الاخفش وابن مالك ماذا تكون حرفا ويختص بالجمله الاسميه لا تدخل الا على الجمله الاسميه ولا يحتاج الى جواب لانها ليست شرطيه حتى تحتاج الى جواب جواب هي فجائيه تتقدمها جمله وتدخل على الجمله الاسميه نعم والجمله الاسميه لا محل لها من الاعراب لان ماذا اذا حرف لكن اذا قلنا ظرف يختلف الوضع ولا يحتاج الى جواب ولا يقع ابتداء الكلام يعني اذا لا يقع اذا التي للمفاجات لا تقع في ابتداء الكلام ليس لها صدر الكلام ويدخل على عليها بل ويدخل عليها الفاء غالبا غالبا تقترن بالفاء يعني تدخل عليها ماذا الفاء نحو قوله تعالى فالقاها فاذا فالقاها فاذا هي حيه تسعى هنا الفاء دخلت على اذا وغالبا هكذا غالبا الفاء تدخل على اذا هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على محمد وآل <سؤال> محمد اللهم صل على محمد وآل محمد